حصاد الأسبوع من شبكة وراديو أرومية الإعلامية OMN. سلام الله عليكم. ألغت وزارة التعدين الأثيوبية وصاحبة تراخيص وعقود شركة ميدروك العالمية لمالكها الملياردير السعودي الشيخ محمد حسين العمودي، وذلك احتجاجا وذلك بعد احتجاجات قادها الشعب الأورمو في منطقة لاجادومبي وشاكيسو ببوراناغوجي ضد هذه الشركة التي تسببت بتلوث الماء والمياه من جراء استخدامها المواد الكيميائية المحظورة عالميا في المنطقة، احتجاجا بأثيوبيا للمطالبة بسحب ترخيص مشروع منجم ذهب يملكه السعودي كما ذكرته وكالة صدى في أديس أبابا. واحتج سكان بورنا بمنطقة أورومية الأثيوبية ضد مشروع يملكه ملياردير سعودي، حيث طالب المتظاهرون من الأورومو حكومة بلادهم بسحب تراخيص استخراج الذهب بسبب التلوث الناجم عن دخان المصانع. وقال المتحدث باسم المعارضة في الكونغرس الفيدرالي أن عدد المتظاهرين سيزداد خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بسحب التراخيص من الملياردير السعودي وإيقاف المشروع بسبب التلوث. وتجدر الإشارة إلى أن سكان المنطقة قالوا أن الشركة قد ألقت مواد كيميائية من عملياتها في المياه التي يستخدمها السكان والمواشي، مما أدى لتشوهات في الولادة وحالة وفيات رصدتها الصحة في المنطقة، ناهيك عن دخان تلك المصانع المسبب للكثير من الأمراض الصدرية المزمنة. ولقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب آخرون بجروح في مظاهرة معارضة للإدارة الصومالية في منطقة الإقليم الخامس في أثيوبيا التي يتزعمها الرئيس عبد محمد عمر في مدينة وجالية الحدودية، الجانب الواقع تحت إدارة الحكومة الأثيوبية كما ذكرت وكالة الصومال اليوم. وأقيمت المظاهرة ردا على مظاهرات سابقة مؤيدة للإدارة الصومالية في أثيوبيا شهدتها المدينة قبل يومين، ورفع المتظاهرون هتافات تعبر عن معارضتهم لحكومة الرئيس عمر، مما أدى إلى اشتباك بينهم وبين القوات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الصومالية في أثيوبيا تواجه في هذه الأيام مظاهرات معارضة لها في مناطق مختلفة في الإقليم الخامس الذي يقطنه الصوماليون في أثيوبيا، وتحاول إدارة الإقليم الحيلولة دون تفاقم المظاهرات التي شهدتها أقاليم أخرى في أثيوبيا وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي السابق هيلا مريام دي سليم. مجلس ولاية أمهر في أثيوبيا يصدر العفو العام عن 3591 سجينا كما نقلته وكالة أثيوبيانا. وأقر مجلس ولاية أمهر العفو العام عن 3591 سجينا موقوفا يقبعون في سجون ومراكز التوقيف في ولاية أمهر. وقال رئيس مكتب وزارة العدل للولاية أن مجلس ولاية أمهر أقر العفو العام عن حوالي 3591 سجينا في سجون الولاية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأثيوبية. ومن الأشخاص لم يشملهم العفو العام تتعلق بكل من قضايا جرائم القتل العمد وجرائم تهريب الأشخاص والمخدرات وجرائم الأسلحة والمتفجرات وجرائم غسل الأموال والاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح. بعد حصة في ميناء جيبوتي أثيوبيا تتوصل لاتفاق للاستحواذ في حصة ميناء البحري الرئيسي في دولة السودان. وقال مسؤولون أن أثيوبيا والسودان توصلا لاتفاق يسمح للبلد الواقع في القرن الأفريقي بالاستحواذ على حصة في ميناء بور سودان
أكبر منفذ بحري للسودان، وتعمد بضع دول من بينها دولة خليجية ثرية إلى زيادة استثماراتها في موانئ بحرية على البحر الأحمر وساحل شرق أفريقيا في إطار تنافسها على النفوذ في ممر استراتيجي له أهمية حيوية لخطوط الملاحة البحرية وطرق النفط. وفي حين تستخدم دول مثل السعودية وقطر وتركيا بعض الموانئ لأغراض عسكرية، فإن أثيوبيا التي خسرت منفذها إلى البحر عقب انفصال إقليمها السابق إريتريا عام 1993 تهدف إلى إبرام اتفاقات في مسعى لتنوع منافذها وخفض رسوم الموانئ. وتسعى جيبوتي لاجتذاب مستثمرين إلى مينائها منذ أن أنهت في فبراير شباط عقد امتياز لشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الميناء، مشيرة إلى فشل في تسوية نزاع تعاقدي استمر 6 سنوات. والاتفاق مع أثيوبيا أعطى جيبوتي الخيار للاستحواذ على حصص في شركات أثيوبية مملوكة للدولة، ومن بين الشركات التي قد تدرس الاستثمار فيها شركة الكهرباء الأثيوبية وشركة إثيوتليكوم، وهي إحدى الاحتكارات القليلة الباقية في قطاع الاتصالات في أفريقيا. ولم يتضح ما إذا كان اتفاق السودان يتضمن ترتيبا مماثلا مع أثيوبيا. وموقع جيبوتي له قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وفرنسا، وكلها لها قواعد عسكرية هناك. نهاية الحصاد، إلى اللقاء.